بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما سوى علم الله. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته، ولا حاجة من إليك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين، لنا ولسائر المسلمين يا أرحم الراحمين. اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب، شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ووقفنا على قوله: فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء، اللي بيسموها شروط صحة الصلاة. المجلس الماضي كان شروط وجوب الصلاة، والنهاردة شروط صحة الصلاة. شروط وجوب الصلاة قلنا: الإسلام والبلوغ والعقل. الإسلام والبلوغ والعقل، ونزود عليهم بالنسبة للنساء النقاء من الحيض والنفاس، دي عشان تبقى الصلاة واجبة. طيب، ما هي شروط صحة الصلاة؟ يعني الشروط التي يجب توافرها قبل الدخول في الصلاة لتصح الصلاة. يبقى الشروط تملي أمور خارجة عن الصلاة لكنها ضرورية لصحة العبادة. يقول: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. والشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وشرعا له تعريفات كثيرة. الشيخ ابن قاسم الغزي اختار لك تعريف ميسر، قال: ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها. يبقى ده كأنه بيتكلم على شرط صحة الصلاة، لأنه ما تتوقف صحة الصلاة عليه، ما عرفش الشرط مطلقا وليس جزءا منها. هو الشرط عموما هو ما تتوقف صحة العبادة عليه وليس جزءا من العبادة، أي عبادة. يبقى الشرط خارج عن الشيء كما قلنا، وليس جزءا من الشيء، ويؤثر في حال عدمه لا في حال وجوده. يعني لو عدم الشرط عدم الصحة، ولو وجد الشرط قد توجد الصحة، قد توجد العبادة وقد لا توجد. وخرج بهذا القيد الركن، الركن غير الشرط، الركن فإنه جزء من الصلاة. الشرط الأول: طهارة الأعضاء من الحدث. احنا طبعا كنا قلنا الوضوء والتيمم والغسل اللي هي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ده شيء ضروري للصلاة. يبقى أول حاجة لابد من طهارة الأعضاء من الحدث سواء كان أصغر أو أكبر عند القدرة. أما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الإعادة عليه. فاقد الطهورين هو الذي لا يستطيع الماء ولا التراب، ده اسمه فاقد الطهورين، يعني فقد الماء وفقد التراب. يبقى ده هل يصلي ولا لا يصلي؟ الأحناف يقول لك ما يصليش، وعليه الإعادة لما يجد أحد الطهورين. الأحناف يقولوا كده. الشافعية يقول لك لا، الميسور لا يسقط بالمعصور، يصلي على حاله وعليه الإعادة، يصلي على حاله وعليه الإعادة. ده فاقد الطهورين. مثال فاقد الطهورين: واحد محروق في ايديه ووجهه، والايد والوجه محل الوضوء، وهم نفسهم محل التيمم، يبقى لا يستطيع انه يتيمم ولا يستطيع انه يتوضأ، لان الدكاتره قالوا له ما تجيبش ميه ايه على الحرق لحد ما تخف لمده اسبوعين ثلاثه،
وفي نفس الوقت اذا كان مش هيقدر يجيب ميه من باب اولى ما يجيبش تراب، وبالتالي يبقى فقد الطهورين. يعمل ايه فاقد الطهورين؟ يصلي على حاله، يسمع الاذان يصلي على حاله، ويصلي الفرد دون السنن، لان دي صلاه ضروره، يصلي الفرد دون السنن. واذا كان محدث حدث اكبر لا يقرا بعد الفاتحه سوره كمان، لان هيقرا بقدر ضروره صحه الصلاه. ده بالنسبه لفاقد الطهورين. بعد ما يخلص الحكايه دي لو تيسر له احد الطهورين يبقى عليه الاعاده. طب وبيصلي ليه لما هيعيد؟ لادراك الوقت، حرمه الوقت، والاعاده لادراك الصحه، لان افرض مات قبل ما يدرك احد الطهورين يبقى بريء الذمه. واضح؟ يبقى اول حاجه طهاره الاعضاء من الحدث سواء كان اصغر او اكبر، وطهاره النجس، ويكون كمان طاهر من النجاسة في البدن والثوب والمكان. يبقى طهارة الثوب والبدن والمكان لابد، لازم يبقى عارف النجاسات علشان واحنا تكلمنا عليها، بشرط أن تكون هذه النجاسة الموجودة غير معفوة عنها. لو معفوة عنها ممكن صلاته تصح مع وجود هذه النجاسة. زي ما قلنا واحد مجروح وجرحه مثلا بيجي بصديد، القيح ده والصديد ده نجاسة، وحاطط الضمادة والضمادة نشعة نجاسة، يصلي وصلاته صحيحة لأن دي نجاسة معفوة عنها سبب الجرح. كويس؟ أو مثلا دم البراغيث في الثوب ودم البق في الثوب، دي برضو نجاسة يعفى عنها. وكذا محل مسح الإيه؟ المسح بتاع الأحجار في الاستنجاء، يبقى في أثر النجاسة موجود لكن عين النجاسة راح، فيصلي على حاله ولأنها نجاسة معفوة عنه. وما لا يدركه الطرف، كل نجاسة لا يدركها الطرف يعني لا يراها العين عند الشافعية نجاسة معفوة عنه. الذبابة مثلا تقف على شوية نجاسة وتنتقل تيجي تقف على ثوبك او عليك، لو بصيت بالميكروسكوب هتلاقي نقلت نجاسه على ثوبك، لكن دي لا يدركها الطرف المعتاد معفو عنه يعفى عنه. نجاسه الشوارع، طين الشوارع معفو عنه، وانت ماشي رايح الجامع والشارع فيه بعض الطين يطرطش عليك حاجه وانت عربيه معديه ولا حاجه، تصلي على حالك نجاسة معفو عنها. وهكذا. يبقى ايه؟ يبقى لابد من الطهارة من النجاسة غير المعفو عنها، لكن المعفو عنها مشي. ومن ضمن برضو النجاسة المعفو عنها نجاسة المهنة، زي ما قلنا واحد مهنته يتعرض للنجاسات زي الجراح، يتعرض انه هو يعني لدماء المرضى وقروح المرضى والإفرازات اللي بتخرج من المرضى، فله أن يصلي بثياب العمليات في حجرة العمليات ليس في المسجد بنجاسة المهنة. وكذا الجزار يبقى ثيابه عليها أثر الدماء، فيصلي في محله أو في مسبحه، لا يأتي المسجد بثوب فيه نجاسة مهنة ويقول مهنتي. ودي نقطة مهمة دقيقة، يعني نجاسة المهنة في محل المهنة، إنما ما ينفعش يجيب نجاسة المهنة في المسجد ويقول أنا مهنتي كده، وإلا حينجس المسجد. واضح؟ وكذا المرأة في بيتها اللي هي قائمة على تربية الأولاد، قد تتعرض إن الطفل تيجي تكرعه بعد ما يرضع يوم يقشط على كتفه، القشط ده زي القيء نجس، لكن تصلي على حالها لأنها متعرضة له، لأنها دي نجاسة مهنتها. أو تيجي تغير للطفل، الطفل مثلا يبول يطرطش عليها أو يعمل شيء من هذا، كل ده يعني يجعلها متعرضة لها لأنها مهنتها كده، مهنتها القيام على تربية الأطفال، والقيام على تربية الأطفال يؤدي إلى أنها تتعرض أكثر من الرجل للنجاسة. عشان كده الرجل إذا مسك ابنه وابنه أشط عليه لازم يغير هدومه، لكن المرأة مش مهم، المرأة
مهنتها انها تعمل كده، ان الرجل مش مهنته انه يرضع، وبالتالي كل على حسب حاله. كل دي انواع للنجاسات المعفوات. كل يبقى النجاسة المعفوة عنها ما لا يدركها الطرف، يعني ما لا يراها، او نجاسة المهنة، او موضع الاستنجاء، او دم البراغيث، او القروح، او الجروح، او شيء من هذا. لابد من طهارة البدن والثوب والمكان. المكان اللي انت بتقف عليه وبتمسه، لكن المكان الملاصق اللي مواجه لصدرك ممكن يبقى عليه نجاسة، مش مشكلة، لان انت صدرك مش هيلمس الارض. لكن المهم موضع جبهتك على الارض يبقى طاهر، موضع ركبك على الارض يبقى طاهر، موضع قدمك على الارض يبقى طاهر، موضع جلوسك على الارض يبقى طاهر. يبقى المواضع اللي انت هتمسها هي دي اللي بد من طهارتها. اما المواضع التي لا تمسها مكانها محازيا للصدر فلو كانت عليه نجاسه الصلاه صحيح. كل دي تفاصيل في موضوع الطهارة من النجس. يا الله. والثاني يبقى طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، عدوهم حاجة واحدة. لما قال طهارة الأعضاء من الحدث ومن النجس، هيضطر تاني طالما قال طهارة الأعضاء من الحدث والنجس لازم يعد تاني يقول لك طهارة المكان والثوب من النجس، لازم يعدها لوحدها. واضح؟ لكن احنا ما نقول طهارة الأعضاء من الحدث وبعدين نقول ايه طهارة الثوب والمكان والبدن من النجاسة، نقوم ايه كده أسهل. على أي حال المهم تعدهم بأي طريقة لا مشحة في التقسيمات والاصطلاحات. والثاني ستر لون العورة. العورة يجب أن يستر لونها، لا يضر أنها تبقى مجسمة أو مكسمة، مش مشكلة. المهم لون العورة هو اللي يبقى، يعني لون البشرة يبقى، لدرجة لو لم تجد ثوبا ممكن تجيب طين تطين بيه العورة وتصلي. واضح؟ وممكن الإنسان يصلي بثوب لاصق على بدنه طالما ساد إيه يعني يستر العورة ولا يبين لونها. لكن اللاصق على البدن ده اللي هو يصف العورة لا يصح أن تصلي به أمام الناس، لكن لك أن تصلي به في مكان مغلق. إن أردت أن تصلي أمام الناس لابد أن يكون ساترا للعورة غير واصفا لها. واضح؟ أما لو كنت هتصلي في خلوتك فيكفي ستر العورة بشيء ولو واصفا للعورة، المهم أنه هو لا يظهر لون البشرة. يبقى المرأة في حجرة نومها ممكن تصلي بثوب لاصق عليه، كويس؟ طالما هتصلي في حجرتها ولو كان لاصقا عليه. لكن إذا كانت هتصلي في المسجد أو أمام الرجال لابد أن يكون لا يصف ولا يشف كده برضو، وأن يكون طاهرا. يبقى ستر العورة لون العورة. لو كان ثوب شفاف يبين لون العورة ما ينفعش، ما يبقى ساتر للعورة. لازم الثوب يستر لون العورة، ما يبينش لون البشرة من تحتها. عند القدرة. عند القدرة لأن إيه العاجز عن ستر العورة هيصلي واقفا من إيماء مثلا. واحد فقد كل ثيابه. بتحصل تسمع كده دلوقتي بسبب الظلم اللي عام في البلاد، يعتقلوا ناس ويقلعوا هدومهم ويسيبوا قلع هدومه كده يسيبوها في زنزان. يعمل إيه طيب؟ وعليه صلوات وده راجل مسلم. هيصلي على حاله، لأنه فقد قدرته على ستر عورته، لكن لا يصلي من سجود ومن ركوع، لأن هذا يؤدي إلى فحش في ظهور العورة، وبالتالي هيصلي من قيام مع الإماء. واضح؟ عند الضرورة. والثاني ستر لون العورة عند القدرة، ولو كان الشخص خاليا في ظلمة، ولو كان خالي وفي ظلمة. لأن الأدب ده متعلق مش لنظر الله، لأن نظر الله لا يستره ثوب، لكن ده متعلق لأدب، لأدب العبادة، الأدب في العبادة. ولو كان الشخص خاليا في ظلمة ف
فإن عجز عن سترها صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود بل يتمهما، وفي الحالة دي لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، ويكون ستر العورة بإيه؟ بلباس طاهر، يبقى لابد من طهارة الثوب. ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال ونحوه. وأما سترها عن نفسه فلا يجب، ولكن يكره نظره إليها، وده المقصود بالعورة المغلظة، المكروه النظر إليها هي العورة المغلظة. وعورة الذكر ما بين سرته وركبته، وكذا الأمة، الأمة في الصلاة عورتها كعورة الرجل، الأمة اللي هي الرقيق إذا أرادت أن تصلي، الأمة مشغولة في خدمة أسيادها، فقد يصعب عليها أن تستر عورتها الستر الكاملة بتاع الستر الحرة، فلها أن تصلي تستر ما بين الركبة والسرة وتصلي على حالها. يعني الأمة ممكن شعرها يبقى باين وتصلي كويس، لأنها أمة، لأن عورتها في الصلاة كعورة الرجل. أما عورتها أمام الرجال كعورة الحرة لأنها امرأة، واضح؟ لكن احنا بنتكلم على عورتها في الصلاة. وعورة الذكر ما بين سرته وركبته، يبقى السرة خارجة والركبة خارجة، وما حذاها من الخلف، ما حذا السرة من الخلف، ودي احنا بنلاحظها بعض الناس لما يجي يوطي يقوم ايه يتزحزح ثيابه فيبان جزء من ظهره بما يكون أسفل السرة بس من الخلف، ده يبقى بنت عورته، بطلت صلاته. فالإنسان ياخد باله من هذا الموضوع لأنه منتشر خصوصا في الصيف، فالواحد ياخد باله منه، يلبس يعني فلنة طويلة أو يعمل ثوب طويل بحيث لما يوطي يركع ويسجد لا يتزحزح ويبين ظهره من الخلف. يبقى عورة الذكر ما بين سرته وركبته، وكذا الأمة. وستر العورة لابد أن يكون من الجوانب، من الجوانب ومن الأعلى، مش مهم من الأسفل، لأن أنت ممكن تبقى لابس الجلابية لو واحد نام على الأرض وبص من تحت يشوف عورته، واخد بالك؟ لكن لأن مش واجب سترها من أسفل، هو واجب سترها فقط من أعلى ومن الجوانب. ده بالنسبة إيه؟ بخلاف الخف، لما قلنا الخف لو فاكرينه إنه الأعلى مش مهم، المهم يبقى من أسفل ومن الجوانب. يبقى عورة الذكر ما بين سرتي وركبتي، فلو ظهرت الركبة أو السرة في أثناء الصلاة للرجل لا تبطل صلاته، لأن السرة ليست عورة. ما تبطلش الصلاة، لكن يكره، وقد تصل تبقى كراهة التحريم، لكنها صلاته صحيحة لأنها ما ظهرتش عورته. وعورة الحرة في الصلاة اللي هي إيه؟ مقابلة للأمة. وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وباطنا إلى الكوعين، الكوعين اللي هم دول اللي هو الرسغ، يعني اسمه الكوع لأن المصريين بيقولوا على المرفق الكوع، وده خطأ. المصريين في لغتهم العامية يقول على المرفق، يقول على الكوع، وهذا خطأ. الكوع اللي هو العظمة اللي هي بين الذراع والكف، العظمة اللي هي لما تمشي مع الإبهام كده وتنزل تلاقي في عظمة عريضة كده يسموها الكوع، والعظمة الرفيعة اللي التانية اللي هي عند الخنصر يسموه الكرسوع. مجموع الكوع والكرسوع مع الكف يعمل الرسغ، كويس؟ يبقى المرأة تستر ما عدا كفيها ووجهها. ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا إلى الكوعين، يبقى لازم عورة المرأة كف المرأة يبقى مستور لحد الكوع هنا، كويس؟
أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها وعورتها في الخلوة كالذكر، عورة الحرة في الخلوة كالذكر ما بين السرة والركب، وخارج الصلاة جميع بدنها، لأن حتى لو أظهرت وجهها ليه؟ لأن لا يجوز النظر لوجه المرأة. كذلك الرجل عورته أمام المرأة كل بدنه، ومأمورة المرأة بغض بصرها منهم. ومش معنى كده إن أدام هو كل بدنه عورة أمام المرأة لأن نقول له غطي وجهك، يعني لا يقتضي الكلام هنا تغطية وجه المرأة على فكرة، لكن يقتضي غض بصر الرجل عن وجه المرأة إن كشفته، ويقتضي أيضا إن المرأة المنتقبة تكشف وجهها عند الصلاة، عند الصلاة، إلا إن كانت في مكان لا تأمن أن ينظر إليها الرجال نظرة تؤذيها فلها أن تغطي وجهها في هذه الحالة للضرورة. يبقى الحرة خارج الصلاة جميع بدنها عورة وعورتها في الخلوة كالذكر. إيه هي العورة؟ العورة دي على فكرة كلمة ما يفهمهاش إلا المسلمين، ما فيش حد تاني تروح أوروبا تقول له عورة يقول لك أنا إيه عورة، ما عندهمش عورة، يعني ما يعرفوهاش العورة دي، يعني ممكن يمشي عريان كده عادي، ما عندوش حياء. الحياء ده احنا تعلمناه من ديننا، فالعورة دي حاجة خاصة بالمسلمين ما يعرفهاش إلا المسلمين. العورة لغة هي النقص، وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو المراد هنا، وعلى ما يحرم نظره، وذكره الأصحاب في كتاب النكاح. والثالث الوقوف على مكان طاهر، يبقى اتكلم على الستر بلباس طاهر، وعلى البدن يكون طاهر من النجاسة، وهيتكلم على الوقوف على مكان طاهر. فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، يعني ما ينفعش مثلا يبقى أنت حاطط شال كده ومدلدل على الأرض وجاي لامس نجاسة على بعيد عن موضع صلاتك، الشال اللي أنت حاطه عليك إذا كان يتحرك بحركتك، إذا كان يتحرك بحركتك. أما إن لم يكن يتحرك بحركتك فمش مشكلة، يعني طويل أول درجة مدلدل كده ولامس نجاسة، زي ما يكون أنت عندك طفل صغير وعامل على روحه ومغطيه بجزء من إيه؟ من الثوب بتاعك اللي أنت، يبقى أنت كده ملامس نجاسة، واضح؟ لو كان الثوب اللي مغطي الطفل اللي عليه النجاسة دي أثناء صلاتك لما بتقف وتقعد وتعمل لا يتحرك بحركتك لا يضر، لكن لو بيتحرك بحركتك يبقى يضر، واضح؟ فدي نقطة مهمة الواحد ياخد باله منها. سيدنا آدم، أنا عايز إنه ده أصل أبونا ونبي، شوف بقى في لي حرمتين إزاي؟ نبي وأبونا كمان. بالنسبة لسيدنا آدم، الريش اللي هو ما زاد عن ستر العورة على فكرة، الريش احنا نقول حتى راجل مريش يعني عنده زائد عن الحاجة والضرورة. في اللغة انت مصري؟ المصريين يقول لك ده راجل ايه مريش، مريش يعني ايه؟ يعني جاية من ريشة، جاية من ريتش يعني غني، ريتش مريش غني، ريشة هي كلها لغة واحدة، واخد بالك ازاي؟ فيبقى ايه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يبقى اللباس اللي يواري السوء ده الضروري والريش ما زاد، خدت بالك؟ أيوه، اللي هي العورة المغلظة عند المالكية، والعورة كلها المالكية قسموا العورة إلى مغلظة ومخففة، يعني يقول لك الفخذ عورة عند المالكية لكنه مخفف بالنسبة للرجل، فلو ظهر فخذه أثناء الصلاة عند الملكية يأثم وصلاته صحيحة، يأثم وصلاته صحيحة، عند الشافعية تبطل صلاة، وكذا الأحناف والحنابلة. لباس التقوى بقى اللي هو إيه؟ اللي هو الدين، علشان كده في الرؤية الثوب في الرؤية هو الدين، عالم البرازخ، عالم المنامات، يعني لما واحد يشوف واحد في منام عاري يبقى معناه لا دين له،
يشوفه في المنام لابس ثوب يغطي نصف بدنه يبقى ده دينه نص نص، يغطي بدنه كله يبقى دينه كامل، يغطي بدنه كله بيجره على الأرض يبقى دينه زيادة. زي ما النبي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية قال: رأيت الناس عرضوا علي في منامي، فرأيت من عليه قميص إلى ثديه وآخر إلى ركبته، ودخل علي عمر بثوب يجره، وجابوها في مناقب عمر. فقيل لرسول الله: كيف أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. يبقى إيه؟ يبقى لباس التقوى ده تجده في المنام بقى، واخد بالك؟ يبقى في المنام يجي لك الدين في صورة ثوب، لأن عالم البرزخ، أصل النوم ده برزخ بين اليقظة والموت، بين الحياة والموت، برزخ. البرزخ اللي هو الحاجة الوسط اللي بين شيئين. ففي عالم البرازخ تتحول المعاني إلى محسوسات، المعاني تتحول إلى محسوس في عالم البرازخ. وعلى شكل برضو في الحشر، الموت ده معنى عرض يجي لك في صورة كبش ربنا يذبح كده برضو صراط، لأنه ده برزخ من البرازخ. يبقى عالم البرازخ يظهر فيه مثل هذه الأشياء، وعالم الخيال أيضا، لأن عالم الخيال هو عالم بين الواقع وبين إيه؟ وبين نفس الأمر، الواقع والنية. ها؟ اللدني ده اللي هو من الله، يعني من الله ده يشمل كل حاجة بقى. نقول من لدنه، يعني من الله بغير واسطة، من الله بغير واسطة. يبقى اللدني ده اللي هو إيه؟ من الله بغير واسطة. فخلينا هنا ما نخشش ايه في تفاصيل تبعدنا عن الشغل، خلينا هنا في الشغلانه دي. طب نخلص دي، ايوه، ونسال في الاخر. حاضر، عشان نخلص الواجب بتاع النهارده. والثالث والوقوف على مكان طاهر، فلا تصح صلاه شخص يلاقي بعض بدني او لباس نجاسه في قيام او قعود او ركوع او سجود، ولا يجوز ان يصلي حاملا للنجاسه، زي ما هو لا يجوز انه يصلي على ثوبه نجاسه او على بدن نجاسه، لا يجوز ان يكون حاملا للنجاسه، شايل نجاسه يعني. يعني ما يكونش حاطط في جيبه منديل وكان بينف في دم. بتحصل الحكايه دي ساعات، يبقى عنده المنديل نف فيه كده، جاب فيه دم، يروح شايله في جيبه ويجي يصلي صلاته باطله، لانه صلى حاملا للنجاسه، لابد انه يرميه الاول وبعدين يصلي. ولو قلنا ان الدخان نجس لانه بينقعوه في خمور، اللي بيصنعوا الدخان هم اللي قالوا لنا كده مش احنا. فاذا كان التبغ بينقع في خمور فيبقى يصير السيجاره دي نجسه، فلا يصلي وهو حامل لايه؟ لباكت السجاير. علبه السجاير ما ينفعش يبقى حاططها في جيبه ويصلي، صلاته باطله. طب عايز يصلي، يا يبطل سجاير يا يخلي العلبه بره بره خالص بعيد عن صلاته، يحط ما هو الجزمه في الجزمه او في عربيته، يسيبها بره في العربيه او يسيبها في مكتبه، يسيبها في اي حته، ما يشيلهاش في جيبه ويخش يصلي. كل دي تفاصيل بتفوت على كثير من الناس. الرابع، العلم بدخول الوقت. لازم يبقى عارف ان الوقت دخل، عارف علم يقيني. مش يقول لك اه والله شكلها كده الظهر جدا، الله اكبر، ويصلي وبعد ما يخلص يلاقي اذان الظهر بيأذن، يبقى صلاته وقعت قبل ايه؟ دخول الوقت. يبقى هنا عليه الاعاده، عليه الاعاده. طيب، لا يعلم دخول الوقت ولم يجتهد في معرفه دخول الوقت ولم يسأل غيره، فهجم وصلى فبان ان الوقت دخل، بطلت صلاته بطل، حتى ولو وافق إن الوقت قد دخل، لأنه لم يتخذ الأسباب بالعلم من دخول الوقت، لكن هو إيه؟ دخل كده هجم على العبادة بغير علم، ولابد إن هو يعرف. عشان كده عادة كل المصريين والمسلمين في كل مكان يقول لك هو الظهر أذن؟ يسألك، هو عشان العلم بدخول الوقت ده أساس عند المصريين، هي مستقرة في إيه؟ في وجدان كل مسلم. ولو ما لقاش حد يبص في الساعة ويبص في النتيجة ويفتح إذاعة القرآن الكريم، يعني يعمل له أي وسيلة من الوسائل اللي بيها يعرف إن الوقت دخل.
يبقى لازم العلم بدخول الوقت او ظن دخوله بالاجتهاد. اجتهد بقى، بص للشمس وحط العلامات، لما لقى الظل تحول الى جهه ايه الـ الـ الغرب، تحول الى جهه الشرق. ظل الشيء تحول زي ما قلنا في مواقيت الصلاه، تحول لجهه اللي هو ظل الزوال، تحول الى جهه الشرق. يبقى في الحاله دي يقول لك الظهر اذن، بقى ظل الشيء مثله مع زائد ظل الزوال، يبقى ايه صلي العصر. غربت الشمس وجدها سقطت في البحر، نقول في البحر ليه؟ لان ممكن يبقى سقطت خلف الجبل وهي لسه ما غربتش، لازم تبقى سقطت في ايه، في ارض مستويه. واضح؟ يبقى في الحاله دي صلي المغرب لانه شاف الشمس سقطت في البحر. او ظن دخوله بالاجتهاد، فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وان صادف الوقت. واضح؟ ساعات الناس كانوا زمان يبقى قاعد في مكان مغلق زي زنزانه ومش مدين له ساعه وعايز يعرف الوقت، ويجي يسال الراجل الحارس ما يرضاش يجاوبه، او مسجون السجان بتاعه اصلا راجل غير مسلم ما يعرفش ايه الاوقات، او في بلد غير زي جوانتنامة دي اللي بيقولوا عليها دي، اللي كانوا عاملينها جزيره هناك في امريكا وعاملين فيها معتقل وحطوا فيها مسلمين بين ظلما وعدوانا. يعمل ايه المسلم اللي هناك ده اللي بيحرسه واحد كافر وما يعرفش يعني ايه وقت، ومقفول في الزنزانه مظلمه وعايز يعرف مواقيت الصلاه؟ يقوم يعملها بوظائف معينه. هو عارف انه بيقرا جزء القران في تلت ساعه مثلا، او بيسبح ال 100 تسبيحه بتاخد في ايده 5 دقائق، او ال 100 صلاه على النبي بصيغه معينه بتاخد منه 12 دقيقه. أو مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، لما يقولها 100 مرة بتاخد منه 7 دقائق. هو عارف كده، مجرب حياته طول عمره كده. يوم يبتدي مثلا يقعد يعمل وظائف زي دي ويأيد دي ساعة دي نص ساعة دي تلت ساعة لحد ما يعرف، وهو عارف إن المسافة من الشروق لحد أذان الظهر مثلا حوالي 6 ساعات، قضى ال6 ساعات يقوم يصلي الظهر، وعارف إن بين الظهر والعصر حوالي مثلا 3 ساعات في الغالب، ساعات اقل شويه وساعات يبقى يمر ال3 ساعات بوظيفه معينه، واخد بالك، او بورد او شيء من هذا. يعني يحاول يجتهد بقدر الامكان. والخامس استقبال القبله. طبعا تملي الناس عايز يصلي، اي مسلم ما حضرش ولا راح الازهر عايز يصلي يعمل ايه؟ يدخل يتوضا وينزل يسال الوقت دخل ويقول لهم القبله ازاي؟ دي حاجات بديهيه، لان توجه للقبله ده شرط صحه في صلاه الفريضه. والخامس استقبال القبله اي الكعبه، وسميت قبله لان المصلي يقابلها وكعبه لارتفاعها. استقبال القبله المطلوب انه يبقى بالصدر، يعني لو التفت كده ما يضرش برقبته طالما صدره للقبله، لكن يضر لو عمل كده. كويس؟ يبقى لابد ان ايه؟ صدره يبقى مواجها للقبله. لو كان قدامه الكعبه يبقى لابد عين الكعبه، لو كان بعيد يكفي الجهه. يكفي الجهه للبعيد الذي لا يرى الكعبه. من يرى الكعبة لابد أن تكون عين الكعبة شايفها قدامه. كويس؟ طيب البعيد يقول لك تعمل خط من ودنك ده لودنك التاني اللي هي زي محراب، تملي المحراب تلاقيه مجوف كده، يبقى تعمل خط كده من ودنك دي لودنك دي نص دايرة. طالما صدرك مواجه لأي قطر من أقطار نصف الدايرة دي تبقى انت مواجه للقبلة. يبقى نبطل شغل العيال الجهلة اللي كل شوية يجي لك في الجامع يقول لك كده شوية كده شوية كده شوية كله صح، ويبطل جهل بقى ويجيب لك خطوط ويجيب لك مش عارف ايه ويقلب دماغنا. انت ايه؟ طالما انت متواجه شايف، اعمل علامة خط من ودنك دي لودنك دي. يبقى انا لو واقف كده مواجه للقبلة، لو واقف كده مواجه للقبلة، واقف كده مواجهة للقبلة، طالما انا ما خرجتش عن الخطوط دي.
ده لمين؟ لمن لا يرى الكعبة. واضح؟ يبقى استقبال القبلة والمقصود بها بالصدر وليس بالوجه، لأن النبي التفت في صلاته ولم يخرج منه، كان ينظر كده ساعات، يعني صلى وكان باعت واحد يجيب له أخبار الأعداء، فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وينظر إلى الجهة التي أرسل إليه الرسول، فدل على أن الالتفات في الصلاة لا يضر إن كان لغرض صحيح، ومكروه إن كان لغير غلط، والصلاة صحيحة، والالتفات في الصلاة لغير غرض اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. واضح؟ والخامس استقبال القبلة أي الكعبة، وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه، واستثنى المصنف من ذلك ما ذكره بقول ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالتين، في شدة الخوف في قتال مباح فرضا كانت الصلاة أو نفلة. لو كان قتال مباح مش قتال مسلمين بعضهم مع بعض، ما هو المسلمين قتلوا بعض ده قتال حرام، قتال مباح يعني قتال مسلم مع كافر أو مسلم مع فرقة باغية، مسلمين بس بغاية، يبقى قتال مباح. هو مشغول بالقتال يبقى قبلته وجهة عدوه، واضح، ويصلي، ده في شدة الخوف، وهنجيبها الكلام ده في صلاة شدة الخوف أو صلاة الخوف. والاستثناء الثاني اللي هو مش مهم يستقبل فيه القبلة في النافلة في السفر على الراحلة، انت راكب سيارتك ورايح مشوار وعايز تصلي السنن بتاعتك، ممكن تصلي وجهتك وجهة ايه؟ السيارة اللي انت راكبها او الطائرة او القطار، يبقى قاعد على الكرسي كده تنوي صلاة الضحى، تنوي سنة الظهر القبلية، تنوي قيام الليل، تنوي التراويح لو كنت في رمضان، كل ده شغال، مش مهم تنزل من على الراحلة وتتوجه للقبلة طالما نافلة. في سفر قصير أو طويل يبقى لا يشترط أن يكون السفر طويلا لكي تصلي إلى غير قبلة، بل في السفر القصير أيضا، أما الطويل يشترط لتقصر الصلاة وتجمعها لا لتتنازل عن استقبال القبلة. وفي النافلة في السفر على الراحلة، في النافلة يعني قال لك الفريضة لا، كونه قال لك في النافلة يعني معناها الفريضة لا، فللمسافر سفرا مباحا ولو قصيرا. شوف كل كلمة مهمة، يعني لو سفر محرم ما ينفع، لأن الإيه القاعدة الفقهية المعروفة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، مكتوبة كتبها الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، إنها من قواعد الفقه. يبقى لابد أن يكون سفرا مباحا، يعني إنما لو سفر معصية، يعني امرأة مسافرة بدون إذن زوجها ده اسمه سفر معصية، قال لا ما تسافريش وسافري يبقى ده سفر معصية، أبوه وأمه قالوا له ما تسافرش وسافر يبقى ده سفر معصية، مسافر علشان يأذي مسلم في مكان بعيد يبقى ده سفر معصية، مسافر علشان يعمل حاجة خطأ شرعا، يجيب مخدرات، يشتري خمور، يطخ مسلم عشان ياخد بطاره، جاي من الصعيد عشان ياخد بطاره من ايه من الجدع اللي في اسكندرية، فما ينفعش ده يترخص خلاص. ليه؟ لأن الشرع ما يعينوش على معصيته ويخفف عليه. واضح؟ ايوه، ما هو علشان ناوي معصية فالشرع ما يقفش جنبه يقول له لا صلي صلاة كاملة بقى ما تقصرش، ولو في رمضان ما تفطرش، واخد بالك، وهكذا، يعني ما يساعدوش على أداء ما هو فيه من معصية. عشان كده احنا نقول الرخص لا تناط بالمعاصي، عشان كده يقول فللمسافر سفرا مباحا، كل كلام الشيخ مهم، مباحا لإخراج السفر ايه المحرم، لكن المكروه يجوز، يجوز لو مسافر سفر مكروه انه ايه يترخص، يبقى السفر المكروه.
والسفر المباح والسفر المستحب والسفر الواجب كل ده يترخص فيه، المحرم هو اللي ما يترخصش فيه. ايه السفر المكروه؟ مثاله ان هو خارج لتجارة ليزداد في رزقه وعنده ما يكفيه، لان التوسع في طلب الدنيا يلهيه عن عمله. مش مكروه يعني انك تتوسع في زيادة، طالما ربنا مديك ما يكفيك والامور كويسة مفيش داعي انك انت تكوش على كل حاجة، لان ده هيجي بمشاغل اخرى قد تجعلك تقصر في مجالات اخرى. فيبقى التوسع في ايه؟ في طلب الرزق مع وجود الكفاية وفوق الكفاية مكروه، ولو كان رزق حلال، اما لو كان حرام يبقى حرام. وكذلك السفر الى غير هدف في بلاد المسلمين فهو سفر مكروه الى غير هدف، واذا كان في بلاد الكفار الى غير هدف يبقى حرام. واضح؟ كل دي لازم الواحد يبقى واخد باله منها. فللمسافر سفرا مباحا ولو قصير، القصير اللي هو اقل من 85 كيلو، والطويل 85 كيلو فما زال، ده حد القصر والطول. التنفل صوب مقصده. وانا ارى انك انت في داخل المدينة كمان ولو لم تكن مسافرا لك ان تصلي السنة وانت راكب سيارتك، يعني راكب من المقطم عربيتك ونازل على السيدة عائشة، صلي الضحى وصلي السنن اللي فاتت وانت في العربية. ارى ذلك. الحمد لله انا كنت بعمل كده بقالي اكتر من 10 سنين، وفي الاخر لقيت ان ابو سعيد الاصطخري يرى ذلك ايضا، فالحمد لله على نعمته. بناء على ايه؟ على فهم ان الشرع تخفف للمسافر في شروط صحة الصلاة تشجيعا له على المحافظة على عباداته حتى لا تتقطع عبادة. فإذا كانت العلة كده فكذلك يبقى داخل المدينة نفس الحكاية، واخد بالك؟ فممكن انت ممكن اصلا تبقى مستعجل تنزل تصلي الظهر وتروح راكب عربيتك تطلع مشوارك وتصلي سنة الظهر بقى وانت سايق، سنة الظهر القبلية 4 ركعات والبعدية 4 ركعات والإشارة تطول، انت مش خسران حاجة قاعد مبسوط. صلي تقرا الفاتحه ببقك وانت بتسوق ببقك، تقرا الفاتحه عادي، وبعدين تقول الله اكبر اهو ماسك الدركسيون سبحان ربي العظيم اهو، ايه المشكله؟ امسكوا بيد واحد وحط ايد كده على رجلك سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد الله اكبر، كل ده بالإماء والباص. ما بخبطش، انا بقالي 10 سنين ما عملتش حادثه وانا سايق ما شاء الله. لان لا الشاطر ايه؟ وانا اغمض عيني، وانا بغمض عيني انا بسوق السياره برضه شايف كل حاجه، وساعات يعدي واحد صاحبي سايق العربيه يصور لي كده اقول له كده هو برضه، وانا بصلي ارد عليه بالتحيه، كل ده جاهز. ما انت لما تعرف احكام الصلاه تلاقي نفسك ما تضيعش عبادتك، انما لان انت مش عارف احكام الصلاه تضيع عليك عبادات كتيره، تلاقي نفسك طول اليوم ضيعت السنن الرواتب لانك مشغول بالاشاره. طبعا لا، والفريضة يعني حتى لو واحد سلم عليك في الفريضة تعمل له كده بس، او افرض انت حتى بتصلي فريضة او نافلة وهو هيمشي وانت عايزه في موضوع لك هتقول له كده، كل ده جاي لان الاشارة المفهمة في الصلاة ليست كلام، اما الاشارة المفهمة في العقود فهي كلام، فلازم تاخد بالك من الفروقات في الفروق. يعني انا كتير كنت اعمل كده واكل اشاره، يجي يوقفني عسكري ويقول لي بصلي، يقول لي طب امشي امشي. والله يلاقيني بصلي، روح راكن العربيه وقاعد مكمل الصلاه عايز اخلص بقى علشان اكلمه، فيلاقيني انا مشغول يقول لي انت بتصلي؟ طب امشي امشي. فبرضه في نجاه من المخالفات. ها؟ بتسرح ساعات الواحد يبقى سرحان ما يشوفش الاشاره. بتحصل. وانت حتى من غير صلاه. ومن غير صلاة ساعات تلاقي واحد بيجري كده وانت جريت وراه واتضح ان هو اللي جري ده كان الاشاره وانت ما خدتش بالك انت جريت لان شفته جري. بتحصل يعني، مش العيب في الصلاه لا، واخد بالك؟ ده دي التطورات الحياه العاديه اللي احنا ماشيين، يعني كل ده وارد، لكن على اي حال ما تضيعش سننك
في زحمة حياتك، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يضيع سنن، وكانت حياته أزحم حياة، أزحم حياة بشر على في خلق الله كان النبي. رغم كده لم يضيع قيام الليل ولا السنن ولا النوافل ولا الفرائض ولا ذكر الله، وكان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. وراكب الدابة لا يجب عليه وضع جبهتي على سرجها مثلا. لما تيجي ترك بتصلي بقى تصلي إيماء، مش شرط يعني تحط دماغك على الدركسيون بقى وتعمل حادثة، خدت بالك؟ ولا حتى لو بتصلي إيماء كده وانت قدامك المكتب انك تلمس المكتب، يكفي الإيماء كده على الهواء. عشان كده بعض الناس الجهلة بأحكام الصلاة يقوم يعمل لك ترابيزة ويحط لك عليها حتة خشبة كده، عاملينها في مسجد المقط، شفته؟ ده دليل الجهل. أول ما تخش كده قالوا الجهل ما يعرفوش أحكام الصلاة على طول، واخد بالك؟ لأن مش محتاجينها دي. اليومئ مش محتاج يلمس حاجة، يكفي على الهوا كده، واخد بالك؟ مش محتاج يلمس حاجة. فناخد بالنا من الحتة دي علشان إيه؟ للأسف الناس ما تعلمتش أحكام الصلاة كويس. وراكب الدابة لا يجب عليه وضع جباتي على سرجها مثلا، بل يومئ بركوعه وسجوده، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. إذا كان سجودك بالإيماء كده وأنت بتسوق العربية هيقلقك، خليها بعينك يا أخي. كده قيام، كده أهو ركوع، كده سجود، وكله شكل. ماشي. المهم ما تضيعش سننك. تروح بيتك مقضي سننك وحاملها كل حاجة تمام، بدل ما تنام وتصحى الفجر تلاقي نفسك لسه ما صليتش الوتر. هتعمل إيه؟ وأما الماشي، افرض بقى مش راكب، مسافر ماشي على رجليه، يصلي بره وهو ماشي، وجهته يقف ايه بقى؟ ما هو مسافر، هو في بيسافر وهو واقف، يبقى مش مسافر، هو ماشي مسافر كده وجهته كده كويس وماشي، عايز يصلي الفرائض السنن، الفرائض يقف لها ويتوجه للقبل فرض. احنا بنتكلم في النوافل، الماشي في النوافل يعمل ايه؟ يتوجه للقبلة في اول تكبيرة الاحرام، واضح؟ اول تكبيرة الاحرام بس يتوجه للقبلة، ان ده ماشي سهل ان هو يوجهنا. خلص تكبيرة الاحرام يدي وشه لوجهته ويمشي، ويقعد يقرا الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران، ماشي شغال. وبعدين عايز يركع يقف بقى، واخد بالك؟ في ركن كده ويتوجه للقبلة، يركع ويقول سمع الله لمن حمده ويسجد، وبعدين يقوم يرجع ماشي تاني، يقرا الفتح، يقرا جزئين ثلاثة، وبعدين يقف يركع ويسجد ويقعد يقرا التشهد ويسلم، خلص الركعتين الحمد لله، يقوم يجيب ركعتين تانيين وماشي، يلاقي نفسه ماشي 4 ساعات، قرا له 4 أجزاء وصلى له 4 ركعات، نعمة. مش أحسن ما يبقى ماشي يقعد يبص للناس ويتكلم؟ كل الحاجات دي اختفت من حياتنا لعدم الفقه في احكام الصلاه. فاصبح الناس دلوقتي ايه؟ ماشيين بس يتخانقوا مع بعضهم. انما كان زمان الناس ماشيه مشغوله في ذكر الله، ماشيه كده. يعني انا كنت اسمع جدي زمان يقول لك لما كان يمشي يروح في الشارع يقول لك كل واحد يا بيقرا قران يا ماسك سبحه بتاع. كان حتى لما كبر هو وشاف الناس كده ماشيه اللي جايبين الترانزستور، كان ياما الترانزستور ده طالع، قال الناس بطلت ذكر الله لا حول ولا قوه، كل واحد حاطط لي ترانزستور، امال لو شاف الموبايل بقى كان مات كمدا. فالحمد لله انه مات قبل ما يشوف، لان الناس كانت حياتها عباره عن سلسله من ذكر الله ويقضي مصالحه برضه. ده كان كثير من التجار، كان الشيخ برهان، حاج برهان ده كان من عطار في المني، وكان من اهل القران، يفتح المحل بتاعه وعامل قراطيس، ده تمن ده ربع ده مش عارف ايه، كل حاجه قراطيس متقرطصه، وبعدين واقف هو يصلي وكاتب على كل حاجه تمنها، هو يصلي والناس تيجي تاخد القرطاس ويحط الفلوس كانه ماشي وهو قاعد يصلي. كان راجل اخر جمال، حتى الناس يقولوا له الناس تخمك كده، يقول لهم عمري ما خسرت، يقول لهم عمري ما خسرت، وبعدين مات الله يرحمه. وأما الماشي
فيتم ركوع وسجوده ويستقبل القبلة فيهما، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، اللي هي الأركان الطويلة، يعني الأركان الطويلة يمشي فيها، والأركان القصيرة يقف فيها. سهلة، والله تعالى أعلى وأعلم. في أسئلة كده؟ احنا خلصنا النهاردة. اتفضل. حاجة حاجة لو متعلقة بالموضوع النهاردة. طب يلا. نجاسة المهنة. ايه بقى؟ يصلي في مكان الذبح، يبقى يأجل صلاته لما يخلص ذبح. يعني لما بيدخل الحمام بيبقى كده يصلي في الشارع على الرصيف اللي جنب الجامع، لكن ما يدخلش صحن المسجد بثوبه اللي فيه نجاسة، يأثم. ايوه، صاحب وثوبه متوسخ يجيب معاه ثوب تاني في كيس، اول ما يدخل بتاع يروح قالع ده ولابس ده وداخل مصلي ويرجع تاني يلبس. بس هو ده مش متبقي في اللحم، ده على الثوب. ويسأل على الثوب، هو بيتكلم على الثوب، هو مش هياخد حته اللحمه يصلي بيها. انا بيتكلم على الثوب اللي فيه اثر دم الذبيحه. دم الذبيحه عند الشافعيه نجس، وعند المالكيه طاهر مستقذر، يعني برضه ما يدخلش بيه المسجد، واخد بالك؟ الدم الموجود جوه اللحم بعد البتاع ده معفو عنه، معفوات. معفوات. احنا بنتكلم، هو بيتكلم على الثوب مش على الدم الباقي في اللحم. بيتكلم على الثوب. الدم الباقي في اللحم هو اللي بقى. ما هو المعفوات في اللحمه لصعوبه الاحتراز منه، لكن الثوب علشان يصلي يجيب ثوب نظيف. لو جاب اللحمه دي يصلي مكانه بقى، مكان التقسيم. لا يخشش صحن المسجد، لا يدخل صحن المسجد. ولو كان عنده قرحه في رجله ورابطها وتبقى رجله ناشعه نجاسه ويقول لك انا هروح اصلي جماعه في الجامع، ياثم. ايوه، المستقذر ما يدخلش المسجد بمستقذر لكن صلاته صحيحه. يعني واحد عليه شحمه، عليه بتاع الميكانيكيه، الحاجات دي كلها، ما يخشش جوه الجامع بالهدوم المشحمه ويقف جنبك انت وانت جايب ثوب ابيض، هيأذيك يعني. ولا يوم جمعه حرام، لانه ايذاء المسلم حرام وتلويث المسجد حرام. ان كان بغير نجاسه يبقى حرام من الصغائر، وان كان بنجاسه حرام من الكبائر. ما يصليش الجمعه، لان ايذاء المسلم اشد. اللي أكل ثوم وبصل ليست عليه جمعة، علشان ما يأذيش المسلمين. ما احنا هنيجي في أحكام الجمعة هنقولها لك، وليس له جماعة كمان. هتيجي في الأحكام هنا. المسلم عند الله غالي، والملائكة اللي بتحضر الصلاة هتتأذى، فهيخش يصلي يأذي الملائكة ويأذي الجن ويأذي الإنس. طب ما يقعد يصلي في بيته. الله. شرابه يبقى ريحته يفوقه بالميت. ايوه تجوز، بس مع الكراهه والحرمه، يعني بين الكراهه والحرمه، لانه فيها اذى يبقى لازم يقلع الشراب ويقلع الجزمه بتاعته يحطها في الخارج متهويه ويشطف رجليه ويصلي كويس عشان ما يأذيش المسلمين. افرض هو كان بيمسح على الشراب مثلا، بس مش صحيح على الشراب منتن. ما هو العرق طاهر الا انه يعني مستقذر، وعند بعض الناس رائحه عرقها بيبقى. والابخر والانخر، عارف الابخر والانخر؟ فرق بينهم ايه؟ الابخر اللي ريحه نفسه وحش، والانخر اللي ريحه انفه نتنه خلقه كده. اهم دول ما يصلوش الجماعه، سقطت عليهم الجماعه ويصلوا منفردين. ده مين؟ تتكلم على مين؟ على الانخر او
ما هو دي حاجة جواه، حاجة جواه مخلوق بيها، عنده مثلا جيوب صديدية في الجيوب الأنفية عاملة له رائحة كريهة، فهو مهما عمل فده يصلي في بيته وله ثواب الجماعة، لكن ما ينزلش يأذي المسلمين. يتمضمض كويس، يتمضمض قبل الصلاة، ولو في بقايا أكل اتجمعت على لسانه ما يبتلعهاش، يطلعها على طرف لسانه كده ويمسكها يرميها، لكن بقايا الأكل أصلا مش نجسة، لكن لا يبتلعها وإلا يسمى آكل. آكل، والأكل أثناء الصلاة يبطلها، يعني يطلع حتة لحمة من بين سنان ويروح بلعها كده كأنه بيأكل، لأن لو عمل كده وهو صائم يفطر، وما يبطل الصوم يبطل الصلاة في أثنائها، لأن من إيه؟ من موانع، الموانع التي يجب أن يحتاط لها المسلم أثناء الصلاة أن يمتنع من الكلام ويمتنع من الطعام والشراب، إلا في الإيه؟ في الطواف، استثني الطواف فقط. أيوه، الطواف بس ممكن تبقى صايم وجاء المغرب إدن عليك تاكل تمرة وأنت بتطوف ما يضرش، لكن لو أنت صايم وبتصلي المغرب وما افطرتش ما تاكلش تمرة وأنت بتصلي المغرب، تبطل صلاتك. إيه الفرق بين الطواف والسعي؟ الطواف صلاة يجب فيه ستر العورة ويجب الوضوء، أما السعي فلا يجب فيه لا ستر عورة ولا وضوء. انتوا دلوقتي قاعدين تنقلونا في العمرة وفي الحج وبتاع، انتوا ليه مش صابرين؟ واحد اشتغل في المعمل ومعاه عينة بول او مراد مريض وتلف جيبه ومرايح، لا بيحطها بقى كده ما يشيلش نجاسة ويصلي بيها. الوجه ليس بعورة عند الشافعية، لكن يستحب تغطية الوجه للمرأة إن كان عادة مستقرة في البلاد، لكن من حيث التحقيق هو ليس بعورة، عورة أمام الرجل، وإلا والرجل مطلوب منه إن هو يغض طرفه، وكذلك وجه الرجل عورة أمام المرأة، ومطلوب من المرأة أن تغض طرفها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. والرسول قال لي إيه ستنا عائشة وستنا حفصة أفعميوان أنتما؟ كده برضو الحديث معروف في الترمذي وأبي داود، لما جلسوا مع ابن أم مكتوم فقالوا له ده راجل أعمى، قال لهم أفعميوان أنتما؟ الحديث معروف. لا علشان كمان ما تفتكرش ان الوجه ليس بعورة معناه بحلق فيه، هذا الكلام اللي يقصد الشيخ كده، واضح؟ اصل لو كان الوجه عورة ما كانتش المرأة تكشفه في إحرامها، وما كانتش المرأة تكشفه أثناء الصلاة، واضح؟ أيوة معلش، ما هو عورتها يعني يبقى إيه خارج الصلاة احتياطا، واخد بالك، خارج الصلاة التغطية للاحتياط، واخد بالك، بس مش لكونها عورة حقيقية، يعني الوجه ليس عورة حقيقة، ولكن ده للاحتياط، مخافة إن يكون في بعض الرجالة ما بتغضش طرفها، لكن لو لقيت ستات ما بيغضوش طرفهم تغطي وشك تنتقب أيها الرجل؟ داخل مدرستك كلها بنات وانت الراجل الوحيد، اكيد كلهم هيقعدوا يبحلقوا، ما انت الراجل الوحيد اللي في المدرسه، تقوم تنتقد ولا هم اللي يغضوا طرفهم؟ نفس الحكايه. ايوه لا، طولة العمر توصل للامل، طولة العمر توصل للامل، تدرك بيها الامل. كانوا مشايخنا يمنعونا من الكلام اللي انت بتقوله ده، يقول لك ما تخليش علمك علم مناسبات، امسك الكتاب لما تخلصه بترتيب الكتاب،
انما الشيخ بتاع المناسبات ده ما بياخدش ما بيديش علم، ده واعظ. احنا دلوقتي رواق ازهري تعليم، نمشي بالمنهج والمقرر، واخد بالك ازاي؟ تصبر على المقرر حتى تكتمل الصوره في ذهنك كويس، واخد بالك؟ والله تعالى اعلم. انت بتشوف وسائل الطبيعيه سهله، انت بتشوف انت مكه بالنسبه لك جنوبا ولا شمالا ولا شرقا ولا غربا ولا جنوب غرب ولا جنوب شرق ولا ايه مثلا؟ ما هو على حسب موقعك بقى. الاول احنا بنتكلم كلام عام، انت بتشوف مكه بالنسبه لك في اي جهه من الجهات الاربعه، وبعدين تتحدد انت الجهات الاربعه. يعني تشوف شروق الشمس، اجعل شروق الشمس على يمينك، واخد بالك ازاي؟ اذا كان شروق الشمس على يمينك يبقى انت مواجه للشمال، ويبقى الجنوب خلفك وجهه اليسار الغرب. وحدد اذا كنت انت في مصر يبقى توجه جنوب شرق، اذا كنت في العراق اتوجه جنوبا بس، وكذا في الشام، اذا كنت في الهند اتوجه غرب، وهكذا. سهل في عن طريق النجم بقى، واخد بالك؟ دي انا ما اعرفهاش، قريتها كتير، لكن احنا محرومين من النظر للسماء، احنا محرومين من النظر للسماء. يقول لك تخلي النجم مش عارف ايه على الشمال، على ودنك الشمال وتتوجه للجنوب، تبقى انت كده متوجه للقبلة. احنا محرومين من نظر للسماء، عايشين في سقف كده طول عمرنا. ما انا بقول لك انت بسيطة، انت حدد، انت مش معاك بوصلة؟ بتاع الجيش عنده بوصلة بيحدد فيها الجنوب والايه والشمال والشرق والغرب، سهلة خالص. اثناء النهار مع طلوع الشمس عرفت الشرق، وطالما عرفت الشرق عرفت الغرب. خلي الشرق على يمينك يبقى المواجه ليك شمال، وخلفك الجنوب، وبناء عليه حدد الموقع الابن بالطريقه دي، سهله يعني. انا مثلا في مصر بشوف النيل، واخد بالك؟ النيل ماشي ازاي؟ النيل ماشي كده، اتجاه النيل الميه في الشمال ماشيه شمال، اما تشوف موجه النيل ماشيه دي ماشيه في اتجاه الشمال، واخد بالك؟ يبقى انت الجنوب عرفته وعرفت الشمال، توجه جنوب شرق تعرف الإبل. لما تبقى جنب النيل سهل بالنسبة لأهل مصر يعني، يعني بأي وسيلة من الوسائل. محيرني اسأل أي واحد من أهل الحتة، من أهل المكان المحل. ساعات تخش أوتيل وتلاقي دهاليز يمين وشمال، تتلخبط بين الشمال والجنوب، ما أنت دخلت دهاليز كتير. فاسأل أي عامل من العمال الإبلة إزاي هنا، هيقول سهلة إن شاء الله. أو خلي معاك بوصلة. إذا كان معانا ثوبين، واحد ثوبين في ماني أو في نجاسة، والثاني صغير وبيبين العورة. الوقت في ماني طاهر أو نجاسة، يبقى في طاهر مستقذر أو في نجاسة، مش كده؟ لأن ماني أو نجاسة يعني خليت الماني جزء من النجاسة تقصد، ولا الماني ده؟ الماني عند الشافعية طاهر واخد مستقذر، والنجاسة حاجة تانية. انت سؤالك ايه بقى؟ ثوب فيه نجاسه؟ ثوب ما بيبين العوره قصير جدا، ما عنديش الا الاثنين دول. ثوب فيه نجاسه وعايز تصلي وما عندكش الا ثور يداوي يعمل العوره، خلاص صلي باللي بيستر العوره، اللي بيستر ويترك جزء من العوره، واستر القبل والدبر، وصلي على حالك منفردا في مكانك، ما تروحش الجامع بالكيلوت وتقول لي انا ما لقيتش غيره. ما صليش باللي في الماني، يبقى ده هتصلي في بيتك في حجراتك. ما تصليش باللي فيه ماني وفيه. ما هو الماني طاهر. صلي الماني عامل زي البرابير. ايوه. طاهر بس مستقذر. واخد بالك؟ أو زي الريق أو زي العرق. كل ده مستقذر لكنه طاهر. صلي بيه. الأمة لو هي بتصلي وسمعت سيدة. سيدة بأعتقها. هي لابسة مثلا. هي أنا خلاص تطلع من الصلاة وتستر عورتها وتكمل صلاة سهلة. بالنسبة للنظر لعورة الراجل قدامه وبيصلي وباين ينبهه، لأن النصح لا مطلوب. لا أنا نظرت ليه يحصل لي حاجة؟ لا حرام. حرام علينا؟ تغض طرفك. يعني مش تقعد بقى تبحلق طول الصلاة بقى أربع ركعات يعني. خلاص أنت عرفت إن عورته بانت، غض طرفك. خلاص ما أنت لك الأولى. الأولى. إنما بقى مش الأولى والثانية والثالثة والعشرة. عرفت الأولى وفي آخر الصلاة تنبه.
على حسب هي هتنصرف عن يعني في ثوب، لو في ثوب قريب منها تروح ستر نفسها وتكمل صلاة، لو في ثوب قريب منها، لو الثوب هتضطر انها تستدبر القبلة يبقى ايه؟ تبني صلاة جديدة ولا تستأنف صلاة يعني، ولا تبني على مكان. لا لو لم تنصحه دي بتعتمد على عوامل كثيرة، هل انت شايف انه هو يقبل النصح ولا لا يقبل النصح، يأسى يعني هتبقى جدال ولا مش جدال. لا هو طبيعة المسلمين بينصحوا بعضهم حتى لو ما يعرفوش بعض، بس الواحد لازم اما ينصح ينصح بطريقة لطيفة ما يحسسوش انه هو يعني اعلى منه، واخد بالك؟ يعني يقول له مثلا اي كلمة كده لطيفة ان ايه عورة الرجل لابد انها تكون مغطاة طول فترة الصلاة، فانت احتاط لنفسك بعد ذلك. ما انت بعد الصلاة تقول لو خد الصلاة هم صحيح، لو حد عامل حد شغال. ايوه طبعا، ما النص الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولرسوله وأمة المسلمين وعامتهم، بس النصيحة محتاجة تكون بطريقة لطيفة عشان الإنسان ما ينفرش يعني، ولا تكون أمام الناس كمان تفضحه. يعني واحد بنت عورته في الجامع مثلا، شوفوا يا جماعة ما كده هيزعل منه، هيزعل منه. ايوه ايوه، انت ممكن شفت واحد زي ده وخايف تروح واقف تكلم الناس يا جماعة كلمة خير، السلام عليكم، ستر العورة واجب، لأن في بعض الناس في بعض الناس في أثناء الصلاة يجي يوطي كده يقوم يبان جزء من ظهره فيحتط لنفسه، السلام عليكم، تنك ماشي، ما قلتش مين ولا حاجة، تنك قلتها وتنك ماشي. يعني عند الشافعية يقول لك ينتظر ولو يصليها قضاء، لأن تحصيل شرط الصلاة أولى من إدراك الوقت، وعند الأحناف العكس، يصلي على حاله ويعيد لما ينزل. واضح؟